عندي حبتين من البطاطس مسلوقين ومهروسين، كوباية من الفلفل الألوان، حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحار، ربع كوباية من البقدونس المفروم، ربع كوباية من عصير الليمون، معلقتين كبار من الخل الأبيض، زيت زيتون وبس، وشوية بقى كزبرة، شوية بابريكا، شوية كمون، ملح وفلفل أسود. أي نكهات تانية عندك حطيها. شايفين السهولة والبساطة؟ هجيب ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالفلفل. ايه انا بصي والله، يعني شوية فلفل الوان، نشيل بقى الوقع دول خلاص، البقدونس، حط كل الحاجات دي على بعض، كل التوابل والبهارات بتاعتي، البابريكا، الكزبرة، الكمون، شوية ليمون، والخل الأبيض، وملح، وفلفل أسود، شوية فلفل أسود، شوية ملح، شوية تاني، وهنضرب بقى كل الكلام ده مع بعض. بس انا كنت هنسى حاجه، شويه زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم، حوالي ربع كوبايه كده، ولو احتاجنا تاني هنحط. نضرب بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. نسينا نحط حاجة، يمكن أنا عشان مش بحب الحاجات اللي سبايسي، فلفل حار كده، بس هو بيبقى جامد في الوصفة دي خلاص. فهنحط، بس خلي بالكم بقى من حاجة، أنا عايزة أنصحكم بحاجة، لأن أنا الحقيقة حصلت لي قبل كده وكانت مأساة، واللي حصل له الموقف ده يبقى عارف أنا بتكلم فيه. خلوا بالكم وانتوا ماسكين الفلفل الحار، الناس اللي عندها جلدها حساس او عندها مشكله في ايديها او كده، مش قادره اقول لكم يا جماعه، يعني لهلب السنين ملهاش وصف الا كده. وخلوا بالكم وانتوا ماسكين، لو حطيتوا مثلا ايديكم على عينيكم، مش عايزه اقول لكم بقى، هتطيروا كده من الوجع. فنخلي بالنا من التعامل في الفلفل الحار، كفايه كده عشان ايه ما نتلهلبش كلنا اهو، كفاية كده. نبدي ضربة تاني، زي الفل. طيب عايزة بولة خلاص، ممكن ادوق بس الخلطه دي، اشوف محتاجه ملح ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، هي بس سبايس شويه بس حلو قوي. انا ما بحبش خالص الحاجات اللي سبايسي. لا عامله. لا بس في ناس بتحب، عشان اعذبكم. يعني هنا كله ما شاء الله بيحب. بصوا الخلطه دي وهميه، حلوه حلاوه. اوب، طب ما من طب ما انزلها من الاول، يعني مش عارفه ليه برضو بشوف الحاجه اللي بتتعبني ايه واعملها. يعني ليه مثلا معلقه واستخدم سكينه؟ يلا بينا نجيب بقى، عايزه معلقه عاديه بقى، ونقلب بقى الخلطة الفظيعة دي. جماعة ريحتها والله، ريحتها جامدة قوي. نقدمها بقى ازاي؟ ايه رأيكم في الطبق ده؟ حلو صح؟ يعني يبقى حلو عليه، نجرب كده. يلا بسم الله.
مش عايزه. بس ايه، انا امبارح قلت لكم انا مش من مدرسه اللي هي ايه نغرف كتير نحط كتير عشان ايه، لا يعني اخليكي ايه كده وعلى حسب العدد برضو يعني. بس ايه انا بتكلم برضو مع اللي هم ايه سنه اولى كده اللي لسه عرايس كده، ان خلينا كده ايه التقديمه كل ما تبقى قليله كده ورقيقه وشيك في نفسها، لو عندك عزومه كده ولا حاجه بتبقى الدنيا الطف. بس هنبقى هننضف الطبق ده بس ايه طبعا ايه انتوا اكيد اعصابكم تعبت من اللي انا بعمله، بس ايه معلش استحملوني همسح بس كده الدنيا بتاعتي دي. خلاص، وعلى الوش هنحط رشة كده من زيت الزيتون. بسم الله. بس انا نسيت اعمل، استنوا كده شوية كده من زيت الزيتون. بس سلطة البطاطس كده بالخلطة الرهيبة اللي احنا عملناها حطيتها في الطبق ده، وقعدت ايه بقى اشلهم برضو، ونحط بقى في الحفر دي كده شوية زيت زيتون كده. بس ايه تاني ايه تاني، انا عايزة احط ممكن نحط شوية بقدونس كده برضو على الوش، مع ان انا يعني والله انا شايفة ان هي بصراحة شكلها كده حلو صراحة يعني، بس انا عايزة حاجة تكسر لي كده اللون شوية.